بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم أه الله يسعد صباحكم يا شباب اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله أه طيب أه المحاضره اللي فاتت تطرقنا لقضيه الديسيجن تري وحكينا انه ان شاء الله يعني خلال هاي الايام حننطلق لجزء هو الراندوم فورست بس اخبرتكم انه عبين ما الجزء يعني اجهز شويه السلايدات ممكن توضح تفاصيل الراندوم فورست الموضوع بسيط جدا طبعا في الراندوم فورست لكن فرصه انه يعني نفوت فيها وبعمقها لحتى تكون واصله قضيه الراندوم فورست والديسيجن تري الراندوم فورست يا شباب باختصار هي تحسينات يعني تمام يعني هي انسام يعني هي تحسينات انهانس صارت على وين؟ صارت على الديسيجن تري فانا بعتبر الراندوم فورست هي نوع من التحسينات تمت اضافتها على مين؟ على الديسيجن تري ليش لحتى اعمل اليمينيت لقضيه الاوفر فيتنج فلو نيجي والله نبسطها بطريقه جميله جدا نبسطها بطريقه جميله جدا عندي انا مبدا عمل الراندوم فورست نفس مبدا عمل الديسيجن تري لكن انا عندي في الراندوم فورست مثلا أو في الـ Decision Tree، بيكون عندي في Tree، اللي هي شجرة، لكن هي شجرة واحدة، اونلي وان Tree، ها، شجرة واحدة. هاي الشجرة بتفرع منها شو؟ بتفرع منها نود، إذا بتتذكروا لما أخذنا في الـ تبعت الجيني، إنه في عندي ليب نوت أو الإند End node بعدين حيعمل Splitting، والمنطقة اللي بصير فيها الليب نوت أو الإند End هي منطقة يعني إز فيري بيور، بينما إذا بدي أضطر أعمل Splitting، حيصير في امبيور لغايه ما اوصل الى النقاء اخر 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 مراحل في النقاء الان اللي بصير عندي كالتالي انه انا اذا بتكون عندي هذه الشجره انت تخيل هيك بعمقك بداخلك تخيل الموضوع وين؟ انه انا عندي هاي الشجره اذا تفرع منها افرع كثير يعني صار لها نود كثير صار لها اوراق كثيرة حتصير يعني ضوضائيه كثير يعني حتصير كثير متشعبه وحتصير يعني شكلها انت تخيل عندك شجره بالبيت مثلا وصار لها غصون او اغصان كثيره وتفرع منها اوراق كثيره انت نفسك راح تقول انا بدي شو أمل بدي اقلم هاي الشجره ما بدي ما بدي يكون شكلها بالطريقه هاي انا بدي احاول اوصل لشكل جميل جدا لحتى يعني اقدر استفيد منها او ما تضرني او كذا الى اخره ف قضيه يا شباب هي قضيه يعني سيئه جدا اذا كنت بتعامل مع داتا ست طبيعه الداتا سيت الفيتشرز وطبيعه الاوبزرفيشن او الانستنس بتكون عندي حجمها كثير كبير هسا اذا كانت طبيعه الفيتشرز او الداتا سيت حجم الفيتشرز كثير الكولم الاتريبيوت حجمه كثير كبير بالاضافه الى الانستنت كثير كبير اذا طبقت عليه تكنيك الديسجن تري اوكي بيشتغل عليه بس المشكله حيطلع عندي اشي بحكله اوفر فيتنج اوفر فيتنج يعني حيصير آه طبعا تداخلات كثير ديب كثير في الشجره ليش؟ لانه هاي الشجره حيصير فيها ديب نوت عفوا حيصير فيها سبلتنج سبلتنج بعدين سبلتنج 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 ما يعني يعني بعد بعد ما يصير كثير سبلتنج ممكن اوصل لدرجه البيور في الديسجن تري لكن حتكون عندي النتائج دائما عاليه الاكيورسي حيكون دائما عالي ليش؟ لانه انا عندي السبلتنج اللي قاعد بصير عندي يعني هو فايد ديب كثير في الشجره وقاعد بصير في عنده سبلتنج نود حجم كثير كبير لكن هو حيؤدي عندي الى ايش؟ الى آه اوفر اوفر فيتنج تمام؟ اوفر فيتنج اوفر فيتنج هسه الاوفر فيتنج هذا حيأثر عندي هذا حيأثر عندي خلونا بالله آه آه نشوف شو هو اوفر فيتنج هاي اوفر تمام هسه الاوفر فيتنج شباب اللي بتصير عندي انه دائما بتكون النتائج عاليه يعني دائما النتائج بتكون ايش يعني كثير كثير طويله تمام الاوفر فيتنج يا شباب هو يعني انا مهما عملت مهما صار في عندي آه, آه, سواء كان انهاز او ريديوس من آه, من هاي الفيتشرز دائما حتكون عندي نتائج يعني خارج عن العاده خارج عن العاده دائما حتكون النتائج اللي هي اوفر هي فيتنج يعني هون خلينا نقول السمبل الطبيعي اللي هو في الـ في التريننج المتعارف عليه لكن النتائج عندي دائما طايره دائما دا فا بس في كمان شيء ثاني بحكوا له اندر فيتنج هسه اندر فيتنج اذا كنت انا بتعامل مع ها اذا كنت بتعامل مع داتا ست حجم الفيتشرز فيها صغير وحجم الداتا الانستنت صغير وطبقت راندوم فورست واعطيت يعني اعطيت خلينا نقول تري كثير مثلا حيقدر يصير عندي الكمبيتيشنال عالي فممكن يوصل عندنا لمرحلة اللي هي الاندرفيتنج <applause> تمام طيب الراندوم فورست هي بس هي عملية تحسينات على الديسيجن لأنه بيقول لك إذا كانت حجم الداتا كبيرة ممكن يؤدي إنه هذا الإشي يصير عندي سبلتنج لهاي النودات بشكل كثير كبير فممكن يؤدي عندي لقضية الأوفر فيتنج أنا شو بدي أعمل؟ بدي أقول أنت يا هاي الشجرة بما إنه في نودات كثير طالعة منك معناته أنا ليش ما أقول إنه أنت يا هاي الشجرة بدي أقسمك إلى اشجار ثانيه والنود النود اللي بيتفرع منهم يتوزعوا على الاشجار كلهم فالراندوم فورست هي بتحكي عن غابه عشوائيه يعني انا ما عندي تري واحدة انا حيكون عندي اكثر من ايش حيكون عندي اكثر من شجره ها اكثر من شجره وكل شجره بيكون لها افرع لكن هذول الاشجار هذول الاشجار آآ آآ النسب اللي بتصير فيها هي نسب متفاوته في عمليه السبلتنج اللي مثلا النوت بحيث انه انا اقسم هذا الشغل والداتا ست الكبيره بدل ما انا اشتغل على اونلي 1 تري هشتغل على يعني ماني اوف تريز تمام وكل تري حاعطيها نوع من النود حجم من النود بنسب مختلفه وهو حيعمل يعني حي 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 لي شيء بيحكوا له باجنج ميثود يعني حيجمع لي النتائج اللي موجودة عندي بهاي الأشجار حيقول لك مثلا أنا هنا هاي مثلا نسبة إنه ميل مثلا إنه ميل مثلا 60% تمام وهاي نسبة إنه مثلا في ميل مثلا آم مثلا آم 30% وهاي نسبة إنه ميل مثلا 10% حيصير في عندي عملية كلاسيفاير أو عملية بحكولها بوتنج بوتنج عملية تصويت بحيث إنه أنا باجنج ميثود يعني حيصير عندي في نتائج آه نتائج او عمليه تجميع لنتائج بتطلع عندي من هاي الشجره هاي النتائج بعد ما يصير عليها نوع من التصويت بيوصلوا لقرار آه قرار نهائي انه هذا انه هاي القيمه الجديده هو مثلا ميل بناء على الـ الـ النسب المتفاوت من النتائج اللي بتطلع عندي من الاشجار بينما اذا انا كنت بتعامل في decision تري مع ريجريشن uh, از regressor يعني داتا سيت طبيعه الحجم او طبيعه الفيتشر او التارجت فاليو هي كلاسيفيكيشن هي كلاسيفاير هي يعني كاتيجوريكال فاليو uh, عفوا كونتينوس uh, نمبر عفوا عفوا كونتينوس نمبر يعني ارقام مستمر زي اسعار البيوت او كذا uh, انا هنا حاشتغل مش على قضيه البودنج يعني ما حمشي على موضوع اللي هو التصويت لا حياخذوا شيء بحكوا له الافرج uh, اللي هو الميم تمام فحيعمل عمليه افريج يعني حيحسب حي القيم مجموع القيم على عددها ويعطيك انه منه انه هي كم حتكون عند القيمه فهذا بيعطيني عندك انه الراندوم فورست هي نقدر كمان نفس قضيه الديسيجن تري قلت لكم الديسيجن تري احنا بنقدر نشتغلها از uh كلاسيفاير اذا كنت بتعامل مع داتا ست هي كاتيجوريكال فاليو وهي از ريجريشن اور regressor اذا كنت بتعامل مع داتا ست طبيعة التارجت فيها كونتينوس نمبر يعني أرقام مستمرة فهي القضية عندي في الراندوم إنه أنا بدل ما أطبق تكنيك تري على داتا دا ست حجمها كبير عشان أعمل إليمينيت لقضية الأوفر فيتنج اللي بتصير عندي في التري الوحدة أنا حقسم هاي التري هاي الشجرة إلى أشجار وكل تري حأعطيها نود هسه هستم... حنشوفه حنشوف في السايكت كيف شكل الراندوم فورست نتعرف على شكله نشوف كيف طبيعته لكن القضيه والهدف اني بس بدي اوضح فيه انه الراندوم فورست هي عباره عن تحسينات تمت اضافتها على الديسجن تري يعني هي عمليه انهانس في الديسجن تري اوكي طيب خلونا بالله نشوف شو يعني الديسجن بقول لك ايش هو عفوا الراندوم فورست الراندوم فورست هي سوبرفايز تكنيك ليش سوبرفايز تكنيك لانه لانه آه آه لانه انا بتعامل مع داتا ست طبيعه التارجت فيها او الديبندنت فاليو موجود يعني 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 واي حتكون موجوده انا حعمل تريننج حعمل سبليتنج للداتا ست تريننج وتست وح... حدرب على جزء واعمل بريدكشن او كلاسيفاير على الجزء الثاني تمام وبقول لك انه ذا راند فورست از بيلد از ان اونسامبل اوف ديشن تريز صحيح اي بمعنى اخر هي عمليه تجميع عمليه تجميع لاشجار يعني لاشجار قرار يعني الراند غاب عشوائي الهدف هي هي زي عمليه تحسين على تمام ويجي بي تريند ويز ذا ميثود يعني يعني هي بالعاده تستخدم شيء بيحكوا له الباك يعني زي نظام الباك اوف وورد يعني زي حقيبه لكن هي بتعمل عمليه زي تجميع للقيم اللي بتطلع ليش؟ لانه انا حيطلع عندي القيم او النسب من أكثر من شجرة وحيصير في عملية إذا كنت Classifier حيصير في عملية voting يعني تصويت أو إذا كنت بتعامل مع قضية Continuous Number حيصير في عملية الأفرج تمام فأه 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 فهي بتشتغل على مبدأ Packing method تمام <applause> بيقول لك إنه the general idea of packing method that is combination of the learning ميثود increase of over overall all uh, increase increases the overall result يعني بمعنى آخر إنه أنا عندي ال bagging method هي بتعمل عملية كومباينيشن uh, combination يعني uh, بتعمل عملية تجميع لا باختصار خلنا نأخذها في البلدي تأخذ عملية تجميع للقيم اللي بتكون تطلع عندي من هاي الشجرة لحتى تزيد في عندي عملية في قضية الريزلت يعني حيكون عندك في أكثر من result لكن الفاينل ريزلت حيتم بناء على او بيست اون الداتا سيت اللي انا بشتغل عليها اذا كانت كاتيجوريكال فاليو حيصير مثلا هو بودينج هو اي ميجورتي تمام واذا كان مثلا كونتينوس نمبر حيصير في عمليه الافرج المين تمام هسه اللي بصير عندي كالتالي انه اصلا هي بتنشغل على الديسيجن تري لكن الديسيجن تري صار عليها انهانس بيستخدموه وسموه راندوم فورست اي بمعنى اخر انه الداتا سيت الداتا سيت النود اللي بينقسم منها ان كل نود صار عباره عن تري لحاله تمام مش انه بيشتغل يعني مش كفرع من شجره لا انه كل فرع اصلا بينفرع ب... بينفصل بينعمل منعمل عليه سبلتنج هو اصلا بحد ذاته حيكون شجره حيتفرع منه مجموعه نود ها. فهنا عندك الديسجن او الراندوم او الروت نود اتفرع منها مجموعه اشجار بحكوا له ان uh... يعني هنشوفها هاي ان شاء الله بكود بيستيك تمام هسا كل كل وحده من هاي الشجرات حيتفرع منها مجموعه نود وبيعطي نسب معينه مثلا نسبه زي ما احنا حكينا قبل شوي في موضوع الجندر مثلا انه هنا 60% مثلا انه هو القيمه مثلا 60% او مثلا عمليه ارقام مثلا ممكن يصير عندي هنا مثلا في هذا المكان مثلا 20، هذا المكان 30، هذا المكان 20، هذا المكان مثلا 20، حياك الله يا دكتور. طيب حيصير في عمليه بادي ويقول شو المور فريكونت ها شو اكثر التكرارات اللي صارت عندي في هذا المكان؟ فحيكون مثلا 20 مثلا هذا المكان 20، هذا 30، هذا 20، هذا 20 فبناء على التصويت فحيطلع لك فاينل كلاس ويقول لك انه القيمه الجديده هي انا هعملها classifier ان هي مثلا 20. مش continuous number as categorical نعتبرها مش يعني زي categorical number مثلا طيب هسه هون شو بيقول لك انه انه ال decision او الراندوم random forest انه ال tree بتنقسم عندي الى sum tree تمام لكن انه انا الفاينل ريزلت هيطلع عندي كي كي اذا كنت بتعامل مع كلاسيفاير اذا في عندي بودنج واذا كنت بتعامل مع آه ريجريشن حيكون في عندي افريجينج يعني الافريج المين حيجمع القيم على آه على عددها آه الراندوم آه فورست شباب الفرق بينها وبين الديسيجن تري انه انا عندي في الديسيجن تري حيكون عندي روت نود حيتفرع منه شو مجموع يعني الروت نود وحيتفرع منه نود آه وهنا النود هذا حيتفرع منه كمان نود اذا صار في عندي عمليه اند نوت معناته حننتقل splitting للجزء الثاني لما اوصل لاعلى لا درجات البيور يعني النقا هون لا هون انا حيكون في عندي الروت نوت حينقسم له مجموعه تري يعني حيكون في عندك تري او node بنقسم عنده في عندي مجموعه تري مجموعه شجرات تمام فحيكون عندك اكثر من شجره وحيصير في عمليه الايكويجن او الماثماتيكال سواء إن كنت بتعامل مع الـ uh, أو كنت بتعامل مع آآ uh, continuous number. آآ uh, هسه so, between آآآ um, uh, بقولك إنه الـ الفرق ما بين decision tree و random forest إنه الـ random forest algorithm randomly select observation and feature to build several decision tree and then average uh, the, um, and then average the result. أيوه. يعني هو uh, شوفوا هو هو يعني افريج ذا ريزلت يعني 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 بالنهايه باختصار انه الراندوم فورست بيختار مجموعه من الانستنس والفيتشر وبيبني مجموعه ديسيجن تري يعني يعني الراندوم فورست هو البيرنت اوف تشايلد للديسيجن تري تمام تمام هسه عندك كمان انه بيقول لك انه في another difference بيقول لك انه الديسيجن تري شو مالها هي أو another difference is deep decision tree هي uh, uh, might suffer uh, from overfitting يعني أنه معنى آخر uh, uh, ممكن عندي الـ decision tree تعاني من قضية زي ما أنا قلت لكم عنها قبل شوي اللي هي overfitting أيوة فعشان هيك uh, أنا بشتغل على الـ decision random first لحتى اعمل اليمينيت لقضيه الاوفر الاوفر overfitting. تمام اوكي يعني هو بيقول لك هنا باي كريتنج راندوم فورست فيتشر بيلدنج يعني هو بيحكي عن قضيه انه نفس المبدا هذا انه بيعمل يعني انه انا عندي بكون عندي هاي النود او الروت نود مثلا بس هي بينقسم منها او بيتفرع منها شجرات كثير اعداد من الاشجار تمام يعني بيبني على قضيه يعني انه حيكون عندي مجموعه اشجار وهي الاشجار يعني تفرع منها مثلا مجموعه نود لكن حطوا ملاحظه انه دائما النسب اللي بتطلع من كل شجره بتكون آه مختلفه، كيف ممكن انه بيشتغل عندي؟ بقول لك الراندم فورست بيلت مالتيبل ديسيجن تري اند ميرجت ذيم توجذر تو جيب مور اكيوريت اند ستيبل بريدكشن يعني بمعنى اخر شو بيقول لك انه الراندم فورست ببني مجموعه ديسيجن تري وبيجمع القيم اللي بتطلع عندي او بيجمع النتائج اللي بتكون موجوده عندي لحتى تعطيني اكثر دقه ونوع من الاستقراريه في البريدكشن او لو نضيف هنا مقطع جميل او كلاسيفاير اذا كنت بتعامل مع أه كلاسيفيكيشن تمام طيب هسه بقول لك one of big advantage of random forest that can be used for both classification and regression problem يعني بمعنى اخر انه من كمان حسنات الراندوم فورست انه انا ممكن استخدم استخدمها از classifier اذا كنت بتعامل مع كاتيجوريكال فاليو وممكن اني انا استخدمها از regression او regressor اذا كنت بتعامل مع كونتينوس نمبر تمام ارقام مستمره طيب نشوف والله مع بعض والله خلينا نجي هنا على الاس كي لير هاي الاس لير اه عامل كابيتال لتر طيب هاي السايت وهنا خلينا نقول عندي الراندوم هي الراندوم طيب uh, ا ميثود اللي هي عمليه التجميع يعني التجميع إيه ليش تجميع لانه هو بيعمل عمليه زي uh, 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 عمليه زي الباكينج ميثود تمام فالباكينج ميثود او طريقه زي زي فورد خلينا نقول بيجمع لانه القيم اصلا بتطلع عندي من اكثر من تري وبصير فيها عاديه اما الافرج او بصير فيها مثلا تصويت مثلا بودي اذا انا حسب طبيعه طبعا الداتا فهو بيقول لك يعني عمليه تجميل لانه انا عندي النتائج حتطلع من اكثر من شجره فاذا تمام حنقول معناته from a scalar او cycle dot ensemble import حنشوف الآن شو اللي حنشتغل عليه بس خلينا ندور على الـ فورست random forest ونشوف شو عندي في الـ random forest هي الشباب عندي random forest as a classifier و random forest as فراح أقول هنا الـ random forest نفس مبدأ هي gini entropy وإلى آخره تتذكروا قلت لكم أنا عندي decision tree هذا بيشتغل عليه هسا الـ un-estimator شو مبدأها ببساطة الآن استيميتر بتحدد لك أنت كم بدك شجرة لأنه أنا بتعامل مع راندوم فورست decision آه. جينتري ما كانت موجودة هاي الباراميتر هاي هاي الإضافة ما كانت موجودة ليش؟ لأنه أنا عندي في في راندوم فورست أنا في راندوم فورست آه. حيكون عندي مبني على قضية أنا كم عندي شجرة بال تري ما في داعي لان انا اصلا هي اونلي one تري حيكون عندي شجره واحده لكن انا من هاي الشجره من كل شجره موجوده عندي مثلا انا عندي 100 تري معناته انا كم بدي فرع من كل شجره كم بدي نود من كل شجره طبعا هو بيقول لك الديفولت هو الديفولت مش 100 هو الديفولت بيكون 10 يعني الديفولت بالعاده بيكون 10 لكن انت ممكن تعمل عمليه enhance او تحسين او changes على قيم الباراميتر اللي بتكون موجوده ويؤدي ذلك انه يعطيك نتايج افضل ها تمام هاي بيقول لك انه ممكن يعمل change from 10 uh, to 100 100 تمام فهنا يعني مش شرط انه يكون one hundred. لا هو طيب هسه عندك هون المكتبه uh, اذا خليتها ديفولت هيتفرع من كل شجره 2 نود لكن اذا ما خليت الديفولت وغيرت فيها حيصير في عندك عادة عملية اما قضية انه يصير تحسين على الاكيورسي او ممكن انه الاكيورسي تكون اسوأ ما بتعرف لكن هي الديفولت بتكون يعني اذا خليتها ما حطيتها اصلا هو اوريدي حياخذ انه من كل شجرة حيعمل سبليتنج لتو نود لكن انت ممكن تزيد في عدد الاوراق او النود لكل تري موجودة وهذا الاشي ممكن يؤدي انه يعطيك نتائج افضل انا طبعا هي راندوم فورست تشتغل از كلاسيفاير واز ريجريسور فخلونا مع بعض اليوم في نفس المحاضره لانه يعني جزئيه الراندوم فورست هي جزئيه بسيطه جدا حكينا كثير عن الاكويجن الخاصه فيها بقضيه الجيني والانتروبي والمست كلاسيفيكيشن في الديسيجن فما بدنا نفوت في قضيه الكومبيتيشنال بقدر ما احنا او الماثماتيكال بقدر ما احنا بدنا نشوف كيف ممكن نطبقها بالكود تمام طيب. خلونا نروح مع بعض خلونا نعمل هنا نيو ونشوف طبيعة الكلاسيفاير اللي حيشتغل عندي في الراندوم فورست سواء كنت حتعامل مع داتا سيت هي كلاسيفيكيشن كلاسيفاير كاتيجوريكال فاليو ونطبق الداتا سيت او نطبق التكنيك اللي هو از ريجريسور ونشوف شوف يعني داتا سيت هي ريجريشن هي كونتينوس نمبر ونطبق عليه هذول التكنيك فاحنا نطبق المثالين مع بعض فخلونا نشوف كيف نقرا هاي الداتا ست ونستدعيها ونبلش نطبق على تكنيك الراندوم فورست قلنا متعارف عليه اللي هو ليش امبورت اللي هو, هو بانداز از اللي هو بي دي بعدين قلنا انه انا عندي الداتا ايكول اللي هي اللي هي بي دي بي دي دوت ايش آه. ريد لايش اللي هو سي اس بي أه خلونا ندور على الداتا سيت هي از كلاسيفاير ف عندنا من ضمن هاي الداتا سيت الموجوده حاليا حندور أه على الايرس داتا سيت يعني خلينا نعتمدها بما انه هو معلمين عليها فبعتقد هي مناسبه في اكثر من داتا سيت لكن احنا الهدف انه نشتغل على داتا سيت طبيعتها يعني هي كلاسيفاير أه categorical فاليو لكن حنقول هنا الان ايش قبل ما نعمل run هنقول dot h c بي فخلونا الآن نعمل نجيب هاي data set فجاب لي data set زي ما هي واضحة قدامنا ونعرفها ومشهورة هاي data set مشهورة بطبيعتها فالآن حنبلش نقول أو نعمل splitting ل x فقلنا x equal إيش اللي هي data dot إيش I look بدي جميع الروز جميع الروز أه وجميع الكولومز يعني جميع الاوبزرفيشن مع الفيتشرز باستثناء اخر فيتشر هذا قيمه اكس وقيمه واي حنقول ان هي داتا دوت ايش اي لوك بالاضافه انه هنا براك حنقول بدنا جميع الروز ولكن باستثناء اخر كولومز او اخر فيتشرز طبعا الشباب في اكثر من طريقه إن انا ممكن اعمل سيلكت للفيتشرز والكولومز اعطيتكم اياها بالمحاضره السابقه انه انت ممكن تعمل لوك لكن انت راح تجيب الاندكس او اسم الرو هو موجود في محاضره من المحاضرات ممكن ترجعوا له وتشوفوا كيف ممكن انا استدعي او افصل هاي الداتا واختار من طبيعي من الداتا سيت الاوبزرفيشن بالاضافه الى الفيتشرز الموجوده عندك طيب خلونا الان نجيب هاي التو Uh, uh, variables موجود عندي هنا اللي هو الاكس زي ما هو موجود قيم x وقيمه y اللي احنا نعرف ان هي ال target uh, طيب الان هنبلش نعمل splitting لترينتست لكن راح نقول هنا from اللي هو ازكي ازكي ليرن راح نقول .f اللي هو model ايوه selection import, <applause> import اللي هو train تست سبليت هاي بعدين راح نقول ان انا عندي الاكس ترين مع اكس تري مع اللي هو اه اكس test. اه بعدين اللي هي واي train مع اللي هي واي test. اه الان اه اوكي تست هنقول ايكوال اللي هو train test split ولكن هنا حنختار اللي هي قيمه اكس بالاضافه الى قيمه واي وراح نقول انا بدي عندي تريننج سايز او تيستينج سايز خلينا نقول هنا train train size equal 0. مثلا نخليها او خليها, خليها خلي خلي عندنا حجم التريننج يعني بحجم كبير شوي حنعمل الان امبورت لهي اللايبرز او المودلز ونعمل سبليتنج لترين و والى اخره طيب في الانسامبل آه. هنبلش الان في قضيه التجميع راح نقول هنا فروم اس كي اجيب المودلز تمام ام آه. سامبل امبورت اي امبورت اكيد راح اقول ايش Random ها راندوم فورست خليني بس اقرب الشاشه معاكم ها هنا random forest لازم يعطيني random forest as classifier او as regressor فخلينا نشتغل على الكلاسيفاير وبدنا نقول انه انا في عندي اللي هو المودلز ايكوال ايش اسم ال اسم الموديل ال اللي انا بدي اشتغل عليه او اسم التكنيك اللي هو ايش ال random forest تمام هسه هون بهذا المكان يا شباب مثل ما حكيت لكم قبل شوي انه انا ممكن الان اخليها فاضيه زي ما هي خلونا بالله نتركها فاضيه خلينا نتركها فاضيه خلونا نرجع بعد ونعمل دوت هي جاب الجاب الموديل يعني اللايبر والموديل زي ما هو جاب الان شو بدنا نعمل عمليه التدريب زي ما هو واضح فرح نقول الان ايش موديل دوت ايش اللي هو موديل دوت فيت لمين اللي هي اكس ترين مع اللي هو Y train لان احنا بنعرف انه نبلش ندرب على اكس ترين واي ترين بعد ما ندرب بدنا نقول اللي هو ايش الواي بريد ايكوال اللي هو الموديل دوت ايش اللي هو بريدكت ايوه بريدكت ل اكس طيب الان خلونا نعمل آه, نجيب هذول القيم فدرب واعطاني النتايج الان خلوني انا هنا الان اقول يعني اعطاني الواي بريدكت ايوه اتنبأ اتنبأ في الواي بريدكت اتنبأ في القيم هذول طيب الان بدي ابلش اعمل عمليه evaluation فراح اقول له هون الايش اللي هو خلينا نقول هنا برنت للموديل موديل دوت ايش اللي هو سكور تمام راح نقول اللي هي اكس ترين مع اللي هو خلينا نقول واي واي ترين هذا المدن خلينا نجيبه هذا كله كوبي ونروح مع بعض نقول له بدل اكسترين لا خليها يعطيني الاكيورسي فراح نقول هنا اكس تيست بالعاده هاي تشتغل على الاكيورسي وهنا حنقول ايش الواي إيه تيست هاي تعطيني الاكيورسي ليش؟ عشان اشوف النتيجه يعني زي كانه بيقارن ما بين آه قيم البريدكشن مع القيم اللي موجوده عندي طيب طبعا في اعطيتكم المحاضرات الماضيه اكثر من طريقه ممكن اعمل ايفالويشن يعني تنوعنا بالطريقة بس احنا نطلع كيف اعطاني هنا يعني نسبه التريننج 100% وعندي نسبه التستنج هي كمان 100% زي ما هي واضحه قدامكم هاي طب انا بالله لو اجيت لعبت لعبه صغيره هنا وقلت انا عندي اللي هو الان استيميتور اه ان ايوه ان يعني كم بدك تري آه كم بدك شجره مثلا قلت والله انا بدي 10 شجرات مثلا تمام 10 trees وقلت لا انا بدي من كل شجره ها انا بدي من كل شجره من كل شجره كم يتفرع نود وشو البارامتر اللي بيساعدنا انه احنا نعمل نود من هاي الشجرات راح نقول ايش اللي هو الماكس ديب هاي ايوه هاي ماكس ديب هسه انا والله بدي مثلا كمان 10 نودز 10 افرع من كل شجره يعني عندي 10 شجرات وكل شجره حيصير الها 10 آه فروع او 10 أو نوتس، طيب خلونا بالله نشوف اذا جبنا او عملنا او لعبنا في البارامتر شو النتائج اللي ممكن يعطيني اياها؟ فهو بالفعل التريننج اعطاني 98% بينما التستنج هي 100%، طب لو زدنا خليناها 100 مثلا نعمل هنا 9 اعطاني 100% صحيح، طب لو خليناها مثلا هنا انا والله بدي آه مثلا آه آه حجم كبير من النوت هل ممكن يصير عندي انهانس مثلا نفس النتيجه طب والله لو غيرنا قلنا انا بدي آه مثلا 3 آه 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 تري آه تريز آه عددهم 3 وانا بدي من كل 3 مثلا 5 نوت فلو اجيت عملت هنا 9 آه اعطاني اوكي نفس الشيء نفس نفس المبدا طيب لو اجينا مثلا هون غيرنا وقلنا مثلا آه خلينا نقول هنا 10 نوت مثلا تقريبا نفس الأرقام طيب نجيب هنا مثلا نقول نخليهم مثلا 13 شجرة نشوف شو راح يعطينا عليهم أعطاني 100 طيب لو جينا هنا حطينا مثلا 200 مثلا شو حيصير عندي بالحالة هاي النتائج حتتغير؟ لا النتائج زي ما هي طيب لو قلنا هنا مثلا خليها شجرة واحدة for example تمام؟ only one tree صار طيب لو قلنا هنا مثلا نودز وهنا خلينا خلينا مثلا 3 فور example هذا بعتقد انه حيعطيني ايوه يعني زي ما توقعت حيعطيني نتيجه شوي اسوء يعني طيب هنا 4 مثلا نشوف شو حيعطيني زادت هي زادت فانا كل ما زدت في النودز طب لو جينا هنا حطينا 3 uh, 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 مثلا اوكي okay. طب لو حطينا هنا مثلا 8 uh, um, نفس ال... يعني النتائج قاعده تتحسن هنا مثلا 1 مثلا نقطة واحدة uh, صارت النتائج سيئة زي ما هي واضحة الشباب يعني هي القضية انه uh, طبعا لانه حجم الداتا ست هي بسيطه جدا سمبلي لكن لو كانت حجم الداتا سيت كبيره حتبين نتائج بشكل يعني موضح بشكل اكبر لكن هنا الواضح انه اعطت نتيجه أسوأ اعطت نتيجه أسوأ طيب 10 ب 10 اكيد يعني ممكن يعطيني اللي هو انه نتيجه افضل أشوف هنا اعطاني يعني تقريبا نسبه 100% يعني الان هذا اللي هذا النتائج الموجوده عندي هنا مطابقه تماما لا يعني اي داتا جديده حتنزل عندي حيعطيني اكيرسي عالي انه يتنبا بشيء قبل ما يصير طيب خلينا آه هذا هذا بما يتعلق في موضوع الراندوم فورست باستخدام الكلاسيفاير طب خلينا نجيب هذا كله كوبي من جديد تمام طيب. ولكن آه نغير في الداتا سيت خلونا نغير في الداتا سيت آه، ندور على داتا ست فيها آه، فيها آه، روم برايس لا هي آه، خلينا هي مثلا آه، ترين آه، ريجريشن ترين ريجريشن طيب هاي خلينا اخذها كوبي نقول بدنا آه، ترين ريجريشن هاي ها هذا طيب الان بس إحنا آه، انا متاكد انه هاي داتا ست فيها نيل فاليو فانا الان شو بدي اسوي بدي اقول له مثلا الداتا إيكوال اللي هو الداتا دوت ايش التراب ان اي يعني احذف الان اي او النل اللي موجوده لانه هو ما بيعرف ما بيعرف missing value. اوكي تمام الان نقدر آه نعمل يعني لو الان نروح مع بعض هون نعمل آه نقول الان آه print لا اللي هو آه الداتا آه دوت اللي هو از بس نتاكد هل انه من نال فاليو هل في عندي آه في عندي نال فاليو ناين نتاكد شو النتيجه فاعطاني انه القيم آه زيرو اوكي تمام قبل لو نيجي نعمل بالله من مره ثانيه من جديد نشوف آه شو ممكن يعطينا في نال فاليو اعتقد انه في موجود آه نال فاليو خلينا بالله نشوف اه هي يعني معطيك انه قيم اكس يعني الفيتشرز تبع قيم اكس اللي هون هذول فيها تو نال فاليو اللي هي نان يعني النال فاليو تمام او امبتي فاليو وواي يعني قيمه واي فيها واحدة من الفاليو وين ما بعرف بصراحه لكن اكيد حتكون هي هي زي ما هي واضحه هي موجوده عندنا طيب بس عشان هيك احنا عملنا زي نوع من البري بوستنج المتعارف عليه اللي هو نعمل دروب تاع هنا نعمل سبلتنج لكن الان هنا خلينا كمان نعمل سبلتنج للترين وتست واي ترين واي تست بس هنا راح نقول راندوم فورست مش مش كلاسيفاير اللي هو ايش؟ آه، اي ريجريسور اي وهنا خلينا نقول الان اللي هو ريجريسور ها الان دوبر ريجريسور خلونا نجيب الموديل ونبلش ندرب ندرب ونطلع البريدكشن والان آه نقول نعطي هون هنا 99% مع 99 يعني أوكي طب لو جينا هنا وقلنا والله مثلا 100 100 مثلا شو النتائج اللي ممكن يعطيني إياها كانت يعني نوعا ما أسوأ نوعا ما أسوأ فهذا بيعطينا indicate أنه يا شباب أنه قد ما أنا عملت إنهاز مش معنى هذا الكلام انه ممكن يعطيني نتائج افضل ممكن يعطيني نتائج اسوء يعني انا ممكن هنا اخليها 100 لكن هون اخليها 10 مثلا ممكن يعطيني هنا نتائج ممكن انها تكون النتائج هي يعني افضل من او تقريبا نفس نفس الشيء نتائج نفس المبدا يعني في بالبوينت في يعني شوي ارقام لكن هي قريبه جدا من بعض فانت كل ما غيرت والله لو خلينا هنا 200 مثلا شو راح يعطيني؟ يعني تقريبا أزود أو أحسن شوي، مثلا مثلا هنا 300 يعني في عندي 300 شجرة حتكون موجودة طبعا طلعوا كيف الكمبيوتيشن طول هو لأنه قاعد بيعمل سبلتنج، يعني كل نود عندك 300 شجرة وكل شجرة إلها 100 فرع تمام؟ إلها 100 فرق طيب خلينا نخليها 10 مع هنا مثلا خليها 5 حيكون computational أكيد يعني هو اسرع لاحظ كيف بسرعه بسرعه اعطاني ران بسرعه اعطاني عليها نتيجه يعني لو خلينا هذا مثلا 1000 وهنا خلينا نخليها مثلا 300 هتلاحظوا انه هنا ايش؟ لاحظوا كيف قاعد بيطول كومبيتيشنال قاعد بياخذ كثير mathematical عندي لما اعطاني النتيجه الموجود عندهم اوكي طيب فكانت هدفنا وقضيتنا اليوم في محاضرتنا انه نحكي عن موضوع الراندوم فورست وكنا انه الراندوم فورست بيتم تطبيقه مع اما الديسيجن اما مع كلاسيفاير اذا كنت بتعامل مع داتا سيت هي كاتيجوريكال فاليو وممكن اني انا استخدمه از ريجرسر اذا كنت بتعامل مع كونتينوس نمبر لكن كل واحد فيهم عمليه الكمبيتيشن والماثماتيكال اللي بتصير الكلاسيفير على الموست فريكونت يعني تصير على عمليه الاكثر تكرارات اللي صارت عندي فبصير فيها قضيه زي بولينج يعني تصويت وين اللي انا صار عندي موست فريكونت على اساسها اختار بينما التريننج او الكونتينوس نمبر حتصير في عمليه الافريج يعني يحسب القيم يجمعها يجمعهم يحسب مجموع القيم على عددهم يعطيك نتيجه لان انا بتعامل مع كونتينوس نمبر وقلنا انه الراندوم فورست هي تطبق نفس مبدا decision tree بس هي عمليه انهانس صارت على decision tree لحتى انا اعمل اليمينيت اور دروب لقضيه الاوفر فيتنج اللي بتصير عندي في الداتا لانه قبل شوي ذكرنا انه انا في عندي شو قلت لكم انه انا في هاي جاي لك انه هاي انا ديب ديسجن decision شو يعني ديب decision tree يعني انه عمق تري اذا تعمقت فيها بشكل كثير كبير في النوت هذا الاشي ممكن يؤدي انه يصير في عندي نوع من الضوضاء ونتيجه الضوضاء حتؤدي عندي الى قضيه اللي هو اوفر فيتنج ديب يعني انا حفوت بشكل كثير ديب بالنوت يعني حيصير في سبليتنج نوت وسبليتنج و لما اوصل لحجم كبير من النوت فهذا حيؤدي انه العمق اللي انا دخلت فيه في تري هيؤدي الى قضيه الاوفر فوجود الراندوم فورست هو تحسينات للديسيجن تري اتمنى انكم تكونوا فهمتوا جزئيه الديسيجن تري في المحاضره القادمه ان شاء الله حننطلق ل راندوم ل نيبر للحديث بقيه ان شاء الله بذلك الوقت اتمنى لكم التوفيق والله يعطيكم العافيه